السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير أحبابي الكرام. أرسل لي أحد الإخوة من مشاهدي القناة المحترمين مقطع للشيخ عبد الله رشدي بيتكلم فيه عن هل الأشاعرة جهمية؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني الشيخ عبد الله رشدي عايز يقول إن فرقة الأشعرية ليسوا جهمية، وبدأ يفرق بين الفرقتين، فبدأ بكلامه يقول: الجهمية ينكرون رؤية الله عز وجل، والأشعرية لا ينكرون رؤية الله عز وجل. الجهمية يقولون إن الله في كل مكان، والأشعرية لا يقولون أن الله في كل مكان. الجهمية لا يثبتون أسماء الله عز وجل، الأشعرية يثبتون أسماء الله عز وجل. الجهمية لا يثبتون صفات الله عز وجل، الأشعرية يثبتون صفات الله عز وجل ويؤولون بعض. وبعدين عاد الكلمة كده وقال: أقول بعض الصفات انقسمت فيها الأشعرية على أقسام، منهم من تكلم فيها بما قاله السلف، فقال الصفة نثبتها لله عز وجل على الكيفية التي أرادها الله عز وجل، ثم استدل وقال كما قال الإمام أبي الحسن الأشعري، وقال أن من الأشعرية من يؤول الصفات ومنهم من يفوضها. فإلى هنا انتهى تقريبا كلام الشيخ عبد الله رشدي، وهناك بعض الملاحظات على هذا الكلام الذي فيه لا يخفى على أصغر طالب علم يعرف أبجديات منهج أهل السنة والجماعة فيه تدليس. ما هو التدليس؟ الشيخ عبد الله بدأ وقال إن الجهمية يقولون بفناء الجنة والنار وينكرون رؤية الله عز وجل، أما الأشعرية فلا يقولون بفناء الجنة والنار ولا ينكرون رؤية الله عز وجل. الكلام ده صحيح. بعد كده انتقل لنقطة وقال: الجهمية يقولون أن الله في كل مكان، لكن الأشعرية لا يقولون أن الله في كل مكان. وسكت الشيخ عبد الله ولم يقل ما هي عقيدة الأشعرية. أنا أقول لحضراتكم: عقيدة الأشاعرة أو الأشعرية يقولون أن الله موجود بلا مكان. هذا الكلام ماذا يعني؟ أو معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده أن الأشعرية ينفون عن الله عز وجل صفة العلو، صفة العلو، وينفون عن الله عز وجل استواءه على عرشه كما وضح السلف الصالح. فاستواء الله على عرشه، الرحمن على العرش استوى، وبقيات الاستواء يفسرها السلف الصالح أن الاستواء يعني العلو. لكن الأشعرية يقولون أن الله ليس في السماء، بل إن الله موجود بلا مكان، وده اضطراب وخلل عند هذه الفرقة، وده للأسف اللي لم يبينه الشيخ عبد الله رشدي، وكان من المفترض أن يبين هذه العقيدة. والحقيقة إن الشيخ عبد الله رشدي، يعني أنا سمعته قبل كده بيسأل عن عقيدة أهل السنة في أين الله، سؤال أين الله في صحيح مسلم الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، فأشارت بإصبعها أن في السماء، جارية معاوية بن الحكم السلمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية: اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية بأن الله عز وجل في السماء، إلى باقي الآيات الكريمة والأحاديث النبوية التي تثبت هذا الأمر، والتي هي على خلاف منهج الأشاعرة. الله عز وجل يقول: أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ويقول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى، بل إنك في الصلاة حينما تسجد تقول سبحان ربي الأعلى. فصفة العلو التي أثبتها السلف الصالح لله عز وجل ينكرها الأشعرية، والشيخ عبد الله بكل أسف لم يتكلم في هذا الأمر. فزي ما قلت لحضراتكم إن قبل كده الشيخ عبد الله رشدي حينما سئل عن عقيدته في أين الله قال أن الله موجود بلا مكان، ودخل بعد كده في نقاش كبير وجدال مع الشيخ مصطفى العدوي. طبعا احنا مع طبعا تحفظاتنا على منهج الشيخ مصطفى العدوي وحزبيته المعروفة، لكن كان كلام الشيخ مصطفى العدوي في هذا الأمر بما يوافق معتقد أهل السنة والجماعة، فرد على الشيخ عبد الله رشدي وقتها في سؤال أين الله، وأثبت أن الله عز وجل في السماء مستو على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
على ما يقول السلف الصالح. وفي هنا نقطة مهمة، البعض بيتكلم يقول أنتم يا وهابية يا مشبهة يا مجسمة تشبهون الله عز وجل بخلقه وتحصرون الله عز وجل وتقولون أنه في السماء. كلمة في هنا معناها ليست في المكانية ولكن الظرفية، أي أن الله عز وجل مستو في السماء أي على السماء. فالله عز وجل هنا على، أي صفة العلو نثبتها لله عز وجل كما جاء في كل كتب وشروحات أهل السنة والجماعة. عليك فقط أن تقرأ كتاب التوحيد لابن خزيمة، أن تقرأ كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، تقرأ أصول السنة للإمام ابن أبي زمنين، تقرأ أصول كتاب السنة للالكائي رحمه الله، تقرأ السنة للإمام البربهري رحمه الله. كل إجماع أهل السنة على أن الله عز وجل في السماء مستو على عرشه بائن من خلقه. يبقى هنا النقطة دي الشيخ عبد الله رشدي دلس على المتابع الكريم فيها. النقطة الثانية اللي دلس عليها أو دلس فيها أيضا الشيخ عبد الله رشدي لما قال أن الجهمية لا يثبتون صفات الله عز وجل والأشعرية يثبتون صفات الله عز وجل ولكن يؤولون بعضها. لا، الأشعرية بحسب المنهج الأشعري لا يثبتون حقيقة لله عز وجل إلا سبع صفات، وهي الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام. دول سبع صفات اللي بيثبتهم الأشعرية. طيب باقي الصفات هم بقى بيأولوا فيها بغير وجه، ومنهم من يفوض بغير وجه. يقول الله عز وجل هو الذي أنزل إليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فإذا هنا الشيخ عبد الله رشدي دلس أيضا في هذه النقطة، لأن معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله عز وجل وصفاته أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، طبعا يعني لا تعطل الصفة. البعض يقول طيب اديني مثال لكلامك ده. المثال الله عز وجل يقول وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذه صفة اليد لله عز وجل نثبتها على حقيقتها، فنقول أن لله عز وجل يدا لا تشبه يد المخلوقين لا نعلم كيفيتها، بل إن الله عز وجل هو الذي يعلم كيفية هذه الصفة صفة اليد. إذن هناك كيفية؟ نعم، فلا تنفي الكيفية، في كيفية لهذه الصفة، لكن هذه الصفة لا نعلم كيفيتها، الله عز وجل هو الذي يعلمها. فلكن بخلاف كلام الشيخ عبد الله لما قال هم يؤولون بعض هذه الصفات وهذا تأويل خاطئ أو هذا إلحاد في أسماء الله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فما يجري على الاسم يجري أيضا على الصفة. صفات الله عز وجل نثبتها كما أثبتها الله عز وجل وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمثلة كثيرة، والأمثلة على ذلك كثيرة في كتاب الله عز وجل. صفة المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك تثبت هذه الصفة لله عز وجل على ما أراد الله عز وجل إثباتها دون تكييف. ما تتخيلش، يعني أنت ما تتخيلش في عقلك وتقول الله عز وجل جاء إزاي، لا ما تقولش في كيفية. نعم هناك كيفية لكن لا نعلم هذه الكيفية، فالذي يعلمها هو الله عز وجل. يبقى إذن هذا الكلام من الشيخ عبد الله رشدي فيه تدليس كبير، هو أراد أن يقول أن الطائفة الأشعرية من أهل السنة والجماعة، ولكن كلام العلماء يخالف تماما ما قاله الشيخ عبد الله رشدي هدانا الله وإياه.
حتى ان في بعض الـ الـ قبل كده انا سمعت الشيخ عبد الله من تقريبا حوالي شهر او شهر ونصف سئل عن سؤال اين الله، فقال ان الله في السماء مستو على عرشه بائن من خلقه، وقال بعقيدة اهل السنة. وقتها انا فرحت جدا واثنيت على هذا الكلام، وكتبت عندي في منصة اكس تويتر سابقا، كتبت وقلت جزا الله خيرا الشيخ عبد الله رشدي لنطقه بعقيدة اهل السنة والجماعة في اين الله. فلذلك هو حورب من طبعا الطوائف الاخرى المتصوفة والقدرية والمعتزلة والاشعرية وخلافه، لكن منهج اهل السنة في هذه الامور واضح جدا يا اخوانا. ايضا الشيخ عبد الله قبل اتذكر يعني قبل 4 سنوات في وقت كانت بتتعرض فيه مصر، الشيخ عبد الله شئنا ما بين رجل عنده جمهور كبير، فوقت ما كانت مصر بتتعرض فيه لارهاب كبير جدا، انا الحقيقة عملت حلقة وقلت له من فضلك يا شيخ عبد الله بما انك يعني رجل تسمع كلمتك عند الناس فاخرج رحمنا الله واياك وحذر الناس من ضرر المظاهرات ومن خطر المظاهرات ومن اضرار الخروج على الحكام، لان ده امر خطير جدا. فالحقيقة هو خرج بعدها وقال يعني انا لا اتكلم في السياسة وهذه الامور السياسية، وده برضو كان تدليس منه، لان هو كل فترة والتانية كان بيطلع يتكلم عن العثمانيين واسيادنا آل عثمان والفلسطينيين وغزة، ما دي سياسة برضو يعني، دي برضو سياسة، فبلدك اولى بهذا الكلام انك تطلع تحذر مما يحاك ضد بلدك من هذه المظاهرات والمؤامرات اللي ما زالت حتى الآن ضد الدولة المصرية، ودينا متابعين وشايفين اللي بيحصل في مصر من بخصوص الضغوط علشان ندخل أهل غزة ويخلوا غزة من سكانها وياخدها اليهود ويدخلوا لنا الإخوة الفلسطينيين. وطبعا موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من هذا الأمر موقف رائع جدا، يتفق تماما مع موقف الشعب المصري، لأن في إدخالهم انتهاء للقضية الفلسطينية، إلى جانب طبعا إن أصبحت سيناء بهذا الشكل مرتع بقى لليهود، يعني ممكن يدخلوا لنا يقولوا إيه ده احنا في طوبة اتحدفت علينا من الفلسطينيين اللي عندكم، ده احنا في صاروخ أطلق علينا من حركة حماس الموجودة في سيناء، وهندخل في مشاكل لا نهاية لها، بالرغم من العرض اللي قدم لمصر بإعطاء مصر 200 مليار 200 مليار، متخيل الرقم 200 مليار دولار. طبعا رقم زي ده إذا يعني نزل السوق المصري يبقى الدولار هيساوي جنيه، الدولار هيساوي جنيه، ولكن مع ذلك مصر رفضت هذا العرض. فوقتها زي ما قلت لحضراتكم الشيخ عبد الله طلع وقال أنا لا أتكلم في السياسة. بعد كده بعد فترة لقيته في قناة تقريبا أظن اسمها مودة في أحد البرامج مع أخيه، أخوه مذيع في هذه القناة، واستضافوا على عدة حلقات، ومن ضمن الحلقات اللي استضيف فيها الشيخ عبد الله كان يتكلم عن الدواعش واتكلم عن خطرهم وأنهم خوارج وأنه لا يجوز الخروج على الحاكم وللحاكم السمع والطاعة في غير معصية الله، واتكلم الحقيقة بكلام أهل السنة. وأنا برضو طلعت عملت حلقة في قناتي دي، والحلقة ما زالت موجودة حتى الآن، اللي حابب حضراتكم ممكن يرجع ليها، أثنيت على كلام الشيخ عبد الله رشدي. إذا احنا هنا يعني لا نعادي احد لشخصه، ولكن احنا بنصحح بعض المفاهيم المخالفه لمنهج اهل السنه والجماعه. فالحاصل من ده كله ان بحسب المقطع اللي انا شفته النقطتين دول دلس فيهم الشيخ عبد الله، اللي هي نقطه ان الاشاعره لا يقولون بان الله في كل مكان، طيب ما هم يقولون بان الله موجود بلا مكان، يعني ما الخلاف؟ في طائفه بتقول ان الله في كل مكان والعياذ بالله، وطائفة أخرى تقول أن نحن نقول أن الله علم الله وصفات الله في كل مكان، يعني الله موجود بعلمه وسمعه وبصره، لكن بذاته الله عز وجل في السماء مستوٍ على عرشه، علشان حضرتك تكون متخيل أو فاهم الموضوع على نحوه الصحيح. وقال إن الأشاعرة لا يقولون بأن الله في كل مكان، طيب ما هم يا شيخ بيقولوا أن الله موجود بلا مكان، فإذا ينفون عن الله عز وجل هذه الصفة، وهذا إلحاد لا يخفى عليك في صفة عظيمة من صفات الله عز وجل، صفة العلو، وده هيدخلنا لأمور تانية أعظم منها. فأنا
انا بس حبيت اطلع اوضح لحضراتكم هذه النقاط لعل الله عز وجل ان ينفع بها، واسال الله عز وجل، ويعلم الله قبل ان انهي هذه الحلقه، ان هذا الكلام لوجه الله فقط، وهذا الكلام لا اريد منه الا ابتغاء وجه الله وتصحيحا لهذه المعلومات وردا على تدليس الشيخ عبد الله رشدي في كلامه. اسال الله عز وجل لنا وله الهدايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.